متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، فكنرحبوا بكم معنا في هذا البث المباشر، وكنتمنى تكونوا كاملين بألف خير. تحية طيبة لكل متابعينا الأوفياء متابعينا الكرام، كنقول لكم كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير ونهاركم يدوز إن شاء الله بالأفراح والمسرات يا ربي، كنتمنى كاملين. فتحية طيبة للكل، صباح الخير خويا حفيظ، تحية ليك أحلى متبع، أحلى خويا حفيظ، كصبحتي خويا حفيظ مزيان لبس عليك. فكنقول لكم متابعينا الكرام كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف ألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فكنت من نوم العيل القادر أنه يرفعنا الوباء وهذا البلاء ورجع المطمئنين إن شاء الله. فكنقول لكم الصباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي كيف ما عودناكم دائما متابعينا الكرام. فكنجد لكم الترحاب ونقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ونتمنى نهاركم يدوز ألف خير يا ربي. اذا متابعينا كنتمنى انكم تكونوا كاملين الف خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فالموضوع ديال ام عبد الرحمن، صباح النور والسرور، تحياتي لك ام عبد الرحمن، فصباح الخير عليك وصباح الخير لكل متابعينا الكرام متابعينا الاوفياء معنا في هذا البث المباشر الصباحي كيف ما عودناكم دائما المتابعين الكرام. فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وفي صحة جيدة يا ربي. فالسؤال ديالنا اليوم هو قبل انطلاق عملية التلقيح، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل باش نقضيو على هذا الوباء؟ هذا هو السؤال ديالنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في. فكنتمنى كاملين انكم تكونوا بالف خير، وتحيه طيبه للجميع. والسؤال ديالنا هو قبل انطلاق التلقيح بالمغرب، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل باش نقضيو على هذا الوباء؟ مريم محبه لله، صباح النور اختي، كي صبحتي مزيان لاباس عليك. اختي عائشة وأحلى عائشة، صباح الخير عليك، صباح الخير عليكم كاملين متابعينا الكرام. نضال، صباح الخير كذلك، صباح الخير لكل متابعينا الكرام متابعينا الأوفياء. كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، وكنرحبوا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي كيف ما عودناكم دائما. فالسؤال ديالنا متابعينا الكرام هو واش في نظركم قبل انطلاق عملية التلقيح في المغرب، واش الرجل الحجر الصحي هو الحل الأمثل باش نقضيو على هذا الوباء قبل انطلاق عملية التلقيح؟ فهذا هو السؤال ديالنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في. سؤالنا هو قبل ما تنطلق عملية التلقيح في المغرب، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل الأمثل باش نقضيو على هذا الوباء؟ نعم نضال، ما كان جميل من بين احسن اماكن في مدينة سليمان. فوفو يا فوفو، وفاء فوفو، صباح الخير، صباح النور اختي وفاء. خويا حفيظ، هذه خويا لالا مريم الاولى، هذه لالا مريم الاولى. فكنتمنى من الجميع انكم تكونوا بالف خير وبخير ان شاء الله،
والله عرفنا الوباء وهالبلاء ورجع أمي مطمئنين يا ربي. فالسؤال ديالنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، فهو في نظركم قبل انطلاق عملية تلقيح، واش لازمنا أننا نرجع للحجر الصحي باش نقطعوا الوباء؟ بغينا الرأي ديالكم متابعينا الكرام. عائشة، لازم الناس تزيد في بيوتهم، نظل بحال هذا من المكان الجميل كان يكون مصيب مزيان. نعم اختي ادم، انك كتقول صباح الخير، صباح النور خويا ادم. وفاء، فوفو، الحل الوحيد والحجر الصحي. نعم اختي وفاء، تحياتي بهيجة الفوتيني، باهي صباحك مبروك خويا. فاطمة، تحياتي لك اختي. نضال، تحية لك اخي الجميل. كنتمنى ان الكل يكون بألف خير، وتحية طيبة متبادلة للجميع. فاطمة اختي، فاطمة كتقول الحجر الصحي ماشي هو الحل. شنو هو الحل في نظركم متابعينا الكرام؟ بغينا الاراء من عندكم، بغينا ناخذ الراي ديالكم متابعينا الكرام. شنو هو الحل باش نقضيو على هذا الوباء؟ يعني كما كنعرفوا دابا حاليا، فالناس ما بقاوش داك الالتزام كما كان في الاول، داك اخذ الحيطه والحذر، ما بقاوش كيعقموا يديهم، ما بقاوش كيرتديوا الكمامه بزاف، ولكن اللي كيديروا كيبطل تحت الدقن ديالو. من تطوان، احييك اخي نضال، تحياتي تحياتي. مريم محبه، الله يعرف علينا، الله يرفع علينا الوباء. الحجر الصحي مزيان من الناس، ولكن دق الله يحسن العون. نعم منار، تحياتي. فالسؤال ديالنا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، هو قبل انطلاق عمليه التلقيح بالمغرب، قبل انطلاق عمليه التلقيح بالمغرب، واش في نظركم رجوع الحجر الصحي هو الحل باش نقضيو على هذا الوباء؟ فهذا هو سؤالنا متابعينا الكرام. طه، الحجر الصحي. عائشة، أنا يالله ديت بنيتي عندها 8 سنوات، عملت تيست هاد الصباح، دعيو معاها يخرج مزيان. يا ربي آمين، إن شاء الله يخرج، إن شاء الله يخرج نيجاتيف يا ربي. حفيظ خويا، الحل هو التلقيح. تحياتي لك خويا حفيظ، تحياتي لك خويا حفيظ. كنتمنى منكم متابعينا انهم يكونوا بألف خير، وتحية طيبة متبادلة لكل متابعينا الأوفياء، متابعينا الكرام. كنتمنى انهم يكونوا بألف خير. فسؤالنا اختي عائشة، والصحيح التلقيح خرج في المغرب؟ نعم، فالتلقيح هو وارد في المغرب، ولكن لحد الساعة مازال ما بداش التلقيح. فالسؤال ديالنا هو قبل انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، قبل انطلاق عملية التلقيح في المغرب، واش الرجوع للحجر الصحي هو الحل باش نقضي على هذا الوباء؟ فاطمة، حيت اخويا الحجر الصحي كيهرس الاقتصاد البلاد، الناس خاصهم يحترموا يقطعوا دوك الزيارات والجلوس في الجرادي. فين طه؟ فين كاينت؟ لازم الناس دير الحجر. نعم اختي عائشة، فكما ولينا كنعرفوا دابا كاملين بدون نقاش، فأكثرية المغاربة ما بقاوش ملتزمين بصراحة. هادشي لا شك فيه، بلا ما نقول نفقوا راسنا ونقولوا حق حنا ملتزمين، حنا كاع ما ملتزمين. كما شفتوا، واش ملي كان يلاه بدا الوباء في شهر 3 وشهر 4، كيفاش كانوا الناس كيتعاملوا معاه؟ كانت يوميا التعقيم، كيعقموا ايديهم، صابون والماء، كانت الكمامة ما كتحيدش. ودابا بقا كنشوفوا هادشي في نظركم متابعينا الكرام؟ مابقاش كنشوفوا هادشي. وفاء كتقول اختي الله يدير الشتاوي ديال الخير لبنتك، يا ربي امين، ان شاء الله غدا تخرج عائشه بنتك بألف خير، ان شاء الله ما يكون حتى شي حاجه. ادم كيقول التلقيح. نعم خويا ادم، تحياتي. حنا ماشي قلنا واش مع التلقيح ولا ضده، لا، السؤال ديالنا قبل ما تنطلق عملية التلقيح، قبل ما يبدا يلقحوا بنادم، واش في نظركم ان المغرب خاصو يرجع الحجر الصحي باش يقضي على هذا الوباء؟ هذا هو السؤال ديالنا متابعينا الكرام. مريم، محبة لله، خويا راه بعد الناس ما مسوقهاش. نعم هذا هو السؤال، هذا هو سؤال اختي مريم،
مو مشكل كنشوفو كاملين، يعني ما بقاش دوك الناس انهم خايفين، ما بقاش داك بحال بقوة الحشيشة مع هاد الفيروس ولينا كيجينا شي حاجة عادية. ولكن لا، هو راه خطير، اقسم بالله كنا راك احسن ارواح الناس، وبالاخص الناس الكبارين اللي عندهم نقص في المناعة، بالاخص الناس اللي عندهم امراض مزمنة. اقسم بالله العظيم البارح حضرت جوج الناس قدامي، اقسم بالله العلي العظيم توفاو بسبب كوفيد، عندهم هما كبارين ومرات. مازال راه الناس اخي كلها كتعاني الان، حتى اللي كان عنده في البالك اللي ما عندوش. نعم نوال، صباح الخير من طنجة، تحياتي اختي نوال. طه خويا الحل الوحيد والحجر الصحي، تحياتي خويا طه. عائشة، احنا عندنا في فرنسا درنا الحجر وبدا كينقص، ولكن كل شيء عندنا مسدود. فنعم اختي، فانتم رجعوا الحجر الصحي في المغرب. لحد الساعه هذه الحالات غادي تزايد، وكنشوفوا الناس ما بقاوش ملتزمين كما كانوا في الاول، ما بقاش داك الخوف، ما بقاش بنادم كيعقم يديه تقريبا، نقدر نهار كله لا يعقم مره ولا جوج ولا دارها صراحه. ما بقاش ارتداء الكمامه، ما بقاش الكمامه، ما بقاش ولا الكمامه يهبط تحت لحيته على الرجال، والنساء كيهبطوا حتى هما تحت الدقن ديالهم. واش الكمامة المكان ديالها، واش هو الدقن ديالو هو المكان ديال الكمامة ولا لحية الرجل؟ لا، الكمامة ردات باش تحمينا. هل كلتي مريض وعطستي ولا شي حاجة؟ راه باش الاخر ما يتأذاش. وفاء اختي كتقول عبدو، يقول خويا صباح الخير عليك، تحية طيبة من جرف الملحة. تعيزي خويا عبدو، وفاء والله العظيم واش في الشارع في العشية ملتزمين؟ نعم اختي وفاء، هذا هو المشكل. بوشعيب كيقول انا مع تلقيح، ولكن خصوصا يكون مجانا، ماشي نحلبو المسكين اللي الله مضار بالزمان. شكرا لك اخي، تحياتي لك خويا. الحل الاول هو مساعدة الشعب، والشعب راه يفضل ديك الساعة الحجر الصحي. في الاول كانوا الناس كيخافوا، دابا والو. نعم نعم اختي نوال، نادا هاجي راه باغين ينقصوا من البشرية، ما ديروش تلقيه، راهي الموت بيد الله. لا اختي نادية، انا ضد الفكرة ديالك، هو رأي ذكي واحترم صراحة، ولكن ضد الفكرة ديالك. الله يحفظك خويا، تحياتي طه. عايشة في المدرسة، ضروري الأطفال نهار كامل بالكمامة. وبيني وبينك انت يا اختي عائشة، واش طفل كيقرا في المدرسة كمامة واحدة غير نهار كامل؟ راه ما كافياش، لكن إذا كان نهار كامل كيقرا خاصو أقل حاجة بربي 4 سوايع 4 سوايع بدل الكمامة، يعني من ديك الوجبة الغداء اللي كيديرو مع 12 لجوج ولا من 12 لوحدة، خصو يبدل الكمامة الثانية حسب العشية. نضال خويا كي والله ما بقينا نعقمو ولا نخافو صراحة. نعم اختي هذا هو المشكل، نعم اختي هذا هو المشكل. خويا نضال ولا اختي نضال، بغينا نعرفو عافاك واش مابقوش نقولو شي اسم ماشي هو هذاك. ام عبد الرحمن، الحل هو الحجر الصحي، تحياتي ام عبد الرحمن. خويا حفيظ، واحلى حفيظ كوما ضروري. نعم خويا حفيظ تحياتي، فصراحة متبعينا الكرام كنتمناو ان الجميع يكون بألف خير، وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام متابعي قناة شوف لي فيه. كنقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي. نعم اختي عائشة صحيح، كما في الصباح وما في العشية صحيح، نعم فالابل. فكنتمنى ان الجميع يكون بألف خير، وتحية طيبة متبادلة لكل متابعين الكرام متابعي قناة شوف تي في. كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، كنتمنوا انكم تكونوا كاملين بألف خير. والسؤال ديالنا هو قبل انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل الامثل باش نقضي على هذا الوباء؟ يا ربي تحمي بلادنا العزيزة، يا ربي امن شي، كنتمنوا كاملين. فقبل انطلاق عملية التلقيح بالمغرب.
وشفنا معكم الرجوع. الحجر الصحي هو الحل الأمثل باش تقضي على هذا الوباء متابعينا الكرام. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين ألف خير وبخير. فالسؤال ديالنا هو قبل انطلاق عملية التلقيح في المغرب، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل الأمثل باش نقضي على هذا الوباء متابعينا الكرام؟ نقص من التجمع والسلام وغير ينقص المرض. انا ضد التلقيح، راه باغين يجربوا فيكم. غير في الدول العربية اوروبا رافضة التلقيح. اختي عائشة، نعم فالبارح قلت لك على اليوم كنا غنكونوا في فيلين، انا ما كنساش ومسجلها، ولكن نظرا لأهمية هذا الموضوع علاش ما ناقشناش في فيلين؟ غنناقشوا الموضوع في فيلين، في فيلين غنناقشوا، كنقولوا مثلا جولة من أحياء ولا شوارع مدينة بن سليمان. نعم، أما اليوم أخي عبد المنظور مضي أنه مخالف، هو قبل أن تلقى ما يتلقاه، يعني غدا أقسم بالله غدا اللي في الليل. أخ نضال خويا، تحياتي لك خويا نضال. سي عائشة، رجوع للحجر الصحي واش بصح غادي يبداو؟ انا قلت لدارنا في المغرب ما نديروش، انا ضد القه، رجوع للحجر، رجوع للحجر الصحي. حنا السؤال ديالنا ماشي هو مع التلقيح او ضد التلقيح، فالسؤال ديالنا هو قبل انطلاق عملية التلقيح في المغرب، واش في نظركم الرجوع للحجر الصحي هو الحل الأمثل باش تقضي على هذا الوباء؟ إذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.